أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ماذا بعد قصف المواقع الإيرانية في سوريا؟ ما دلالات توقيت هذا الهجوم؟ ما تداعيات ذلك على الصعيد الإقليمي والدولي؟ وهل سيبقى النفوذ الإيراني في سوريا؟ وما التغيرات التي من الممكن أن تطرأ عليه؟ وما سيناريوهات المواجهة المحتملة بين إيران والكيان الصهيوني على الأرض السورية؟ فالنظام الإيراني لا يزال يصعد حدة الحرب الكلامية إعلاميا بخطابات يصفها البعض أنها راديكالية، مع تصميم إيران المتزايد على تحويل العراق وسوريا ولبنان واليمن إلى رأس حربة في خدمة مشروعه الإقليمي. ما احتمالات المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني وهي تعيش في مأزق سياسي واستراتيجي كبير بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ظروفها الداخلية بالغة التعقيد؟ نسلط الضوء في هذه الحلقة على تداعيات الهجوم الصهيوني على القواعد الإيرانية في سوريا على الصعيد الإقليمي والدولي وسيناريوهات المواجهة المحتملة. وأرحب بضيفي في الاستوديو العميد الركن الدكتور أحمد رحال الخبير العسكري السوري. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، حياكم الله. أهلا بك دكتور. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الدكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ النقاش، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. يعني بعد قصف المواقع الإيرانية من قبل الكيان الصهيوني المواقع الإيرانية في سوريا، لماذا من وجهة نظرك هذا القصف؟ ما دلالات توقيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واضح أن هناك خطوط اشتباك، هناك خطوط قواعد لعبة، خطوط حمراء تم تجاوزها من قبل إيران، وبالتالي قام تدخل إسرائيل. وإسرائيل قالت منذ البداية، منذ التدخل الروسي في سوريا والاحتلال الروسي، من أن هناك قواعد اشتباك على روسيا ضبطها داخل الأراضي السورية، وأن تكون ضامن لإيران في تحركاتها. أي بمعنى أن إيران بميليشياتها الموجودة في سوريا طالما هي تدافع عن نظام الأسد هي ليست مشكلة لإسرائيل، لكن إيران التي تقوم بإيجاد خطوط إنتاج لصواريخ باليستية، أو تقوم بإيجاد منصات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة يمكن أن تحمل ذخائر، أو تقوم بزج بعض الأسلحة المتطورة لحزب الله في لبنان، هذه مشكلة لإسرائيل. وبالتالي تلك نقاط التوافق التي تم التوافق عليها ما بين نتنياهو وبوتين بالزيارات المتكررة اللي بلغت 8-9 زيارات خلال أقل من 3 أشهر في العام 2015، يبدو أن إسرائيل وجدت أن هناك توغل إيراني في الأراضي السورية. هناك كانت محاولات لإنشاء حزب الله السوري، ووجدنا كيف قامت إسرائيل بقتل سمير القنطار، وقبلها قتلت جهاد عماد مغنية، وقتلت العميد محمد علي داي الإيراني في الجولان السوري. قامت بعدة مرات بعمليات قصف لقوافل وأسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله، قامت بقصف بعض المواقع التي اقتربت من الجولان المحتل. وبالتالي اليوم إسرائيل تجد من أن إيران وصلت إلى مرحلة القصوى، إسقاط طائرة F-16 في الجولان، أمر لم يحدث منذ عام 1984، وصول طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الجولان محملة بزخائر أصبحت تشكل عبء وهاجس أمني على إسرائيل. وبالتالي كان لابد من عملية في هذا الوقت. توقيت العملية كان محصور بعد الخروج من الاتفاق النووي. إسرائيل المنتعشة بهذا القرار الأمريكي الذي أخرج إيران من المعادلة كانت تحاول أن تفرضها على المنطقة كجهة دولية أو كجهة لها نفوذ سياسي ونفوذ عسكري. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية قوى الآراء الإسرائيلية من أن إيران لا تلتزم، وأن إيران لها أطماع ليس فقط في الخليج بل قد يتعدى الأمر إلى بعد من ذلك، وأن مشروع الصواريخ الإيرانية التي تهدد أوروبا هي أمر حقيقي وليس عبارة عن تحاليل. عندما قامت إسرائيل بأكثر من عملية قصف، كان آخرها تيفور وقتل العقيد حسن دهقان وتدمير مركز إنتاج وأطلاق الطائرات المسيرة، إيران وصلت إلى مرحلة الذروة من حيث الإهانة والمهانة، وهي التي تقدم الخطاب الممانع والمقاوم، والتي تزيل إسرائيل وأمريكا الشيطان الأكبر، وتلقت كل تلك الصفعات وهي غير قادرة على الرد، لأن حقيقة الموقف العسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الإيراني غير قادرة على فتح حرب مع إسرائيل، وإيران لا تملك مقدرات عسكرية تستطيع تواجه إسرائيل. فأرادت أن تقوم بعمل محدود داخل الجولان عبر صواريخ غير فاعلة، وهي صواريخ الجراد التي لا تتعدى حدود الجولان. يعني كانت في الرؤية الإيرانية أن ضربة صغيرة
تستطيع أن تعيد ماء الوجه للإيرانيين، وإسرائيل تسكت على تلك الضربة باعتبار أنها لا تؤثر على الأمن القومي. لكن الواضح أن إسرائيل رفضت تلك الشروط، رفضت قواعد الاشتباك الجديدة، رفضت الخطوط الحمراء الإيرانية، ومن ثم وجدنا من هناك عملية رد ساحقة كما يقال، 28 طائرة، 78 غارة جوية، تدمير 50 موقع، تدمير البنية التحتية لإيران في سوريا. وبالتالي هناك رسائل أعطتها إسرائيل من تلك الضربة، رسالة للمجتمع الأوروبي والغربي من أن إيران دولة توسعية، دولة تهدد الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، وأن تهديداتها باستخدام الصواريخ هي حقيقية بدليل قصف إسرائيل. رسالة لروسيا من أن إيران يجب أن تخرج من سوريا، ورسالة للجميع من أن إسرائيل لن تتساهل في عملية الدفاع عن أمنها. يعني هل مهدت إيران لهذا السيناريو بتزويد حزب الله بصواريخ وأسلحة نوعية كما أعلن نتنياهو قبل أيام؟ هذا الكلام صحيح، يعني دائما حزب الله يجاهر بالقول لديهم 60,000 صاروخ، وأن هناك ما بعد حيفا، ومن هناك ما بعد حيفا. هذا الأمر سمعناه منذ عشرات السنين، يعني منذ حوالي 2006 تقريبا وإحنا نسمع هذا الكلام. أيضا إيران قامت بتطوير خطوط إنتاج الصواريخ اللي كان في السفيرة مع عمل الدفاع في حلب، أو في مركز البحوث في مصياب، أو في منطقة تقسيس. الهجوم الذي حدث قبل حوالي 10 أيام في منطقة تقسيس في ريف حمص قرب اللواء قرب حماة اللواء 47 سجل على مقياس ريختر هزة أرضية 2.6. إذا كان هناك ضربة قوية لأسلحة متطورة، ووجدنا من أن هناك انفجار هائل. إذا هذه الصواريخ موجودة إيرانية في سوريا، وموجودة إيرانية لدى حزب الله في جنوب لبنان. ما الموقف الروسي من هذه الضربة؟ روسيا دائما لديها خطوط لا تستطيع تجاوزها، لديها توافقات مع إيران كشريك في سوريا، باعتبار أن القوة الجوية الروسية لا تستطيع تنفيذ أي عمل دون عنصر بشري موجود على الأرض، وهذا العنصر البشري تمده إيران وتؤمنه إيران بعد انهيار نظام الأسد وجيش الأسد. أيضا لدى روسيا اتفاق ولديها توافقات مع نتنياهو في إسرائيل، من حيث أن يحق لإسرائيل القصف متى تشاء وفي الزمان الذي تشاء وفي المكان الذي تشاء في سوريا حفاظا على مصالحها. وبالتالي روسيا تحاول أن توفق ما بين الشريك الإسرائيلي وبين الشريك الإيراني، لكنها بالنهاية روسيا هي من تستفيد من صراع هؤلاء على الأرض السورية. يعني إيران من وجهة نظرك يعني بات الوضع الإقليمي والدولي أكثر قبولا بهذه المواجهة بحسب ما يبدو؟ يعني إيران بموضوع تصدير الثورة الإيرانية، موضوع الخلايا التي الإرهابية التي حدثت، خلايا العبدلي مثلا في الكويت، ما قامت فيه بالبحرين، دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، السيطرة على العراق وحزام بغداد، محاولة السيطرة على سوريا، وجد العرب من أن الخطر الأول لم تعد إسرائيل، أن الخطر الأول الذي يتهدد الأمة العربية اليوم هي إيران، بدليل أن الطريق إلى القدس من طهران أصبح يعبر الكويت ويعبر البحرين ويعبر اليمن وبطريقه إلى بغداد ثم إلى دمشق، وأن طريق أيضا حزب الله الموجود على الحدود الشمالية لفلسطين بدلا أن يتوجه باتجاه الجنوب أصبح طريق القدس لحزب الله يعبر من القصير إلى حمص إلى حلب إلى دير الزور ويعود إلى الزبداني ومضايا مرورا بدمشق. وبالتالي هذه الأجندة الكاذبة، هذه الشعارات الكاذبة أصبح معروف للجميع من أن إيران غايتها السيطرة على مقدرات العرب، هي تفاخر بالسيطرة على 4 عواصم عربية، هي تفاخر بتصدير الثورة الإيرانية، هي تعتبر نفسها مسؤولة عن كل دول الجوار وكل ميليشياتها. لكن يتأسف القول من أن هذه الحرب التي تخوضها إيران ضد الأمة العربية، ضد الدول العربية، هي عبر أدوات موجودة داخل الدول العربية. هي استخدمت شيعة العراق لتنفيذ مخططاتها في العراق، هي استخدمت العلويين في سوريا لتنفيذ مخططاتها في سوريا، هي تستخدم الحوثيين، تستخدم خلايا نائمة في البحرين والكويت، وبالتالي وتطمح للوصول إلى أفريقيا وتطمح للوصول إلى الجزائر والمغرب، ووجدنا قطع العلاقات من قبل المغرب بعد محاولات لترويج لجماعات مناهضة وفصائل مناهضة للحكومة المغربية. إذا طهران اليوم هي عنصر عدم استقرار، عنصر يهدد الأمن القومي العربي، يهدد باحتلال عواصم عربية، وبالتالي هذا الواقع
لو أضفنا إليه أن مجموع ما قتلته إسرائيل، وأنا هنا لا أدافع عن إسرائيل، إسرائيل دولة محتلة لفلسطين العربية، دولة محتلة للجولان السوري والضفة الغربية، لكن مجموع ما قتلته إسرائيل منذ عام 48 حتى عام 2018 لا يعادل عشر ما قتلته إيران وقتله حزب الله وقتله نظام الأسد والحوثيين في المنطقة العربية. في عقاب عمليات القصف الصهيوني التي استهدفت القواعد والقوات الإيرانية في سوريا، تبين أن يعني تل أبيب قد أبلغت موسكو بطبيعة هذه الغارة والأهداف التي سوف تضرب قبل شنها، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك خطوط ساخنة لا تغلق بين العواصم، هناك خط ساخن ما بين موسكو وواشنطن، وبالتالي وجدنا عندما قام ترامب بقصف مطار الشعيرات قام بإبلاغ موسكو كي تسحب جنودها وطياريها إن كانوا موجودين في مطار الشعيرات. عندما تم القصف من قبل بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية على بعض القواعد في محيط دمشق وفي محيط حمص، أيضا تم إبلاغ موسكو عن تلك المواقع كي لا يكون هناك جنود روس. أيضا إسرائيل عندما تقوم بالقصف لمواقع يشتبه بتواجد جنود روس تقوم بإبلاغ موسكو، وبالتالي هذه الخطوط الساخنة لا تغلق بين تلك العواصم وتشكل نقطة ربط لحماية مصالحها، أي بمعنى أن إيران لا تشكل أهمية أكثر من أهمية العلاقات الروسية الإسرائيلية، وأنها قادرة على حفظ السر الروسي الإسرائيلي بدليل أنها بلغت بتلك المواقع، وبالتالي هذا يأتي في إطار حماية مصالح تلك الدول الثلاث داخل أراضي السورية ولو كانت على حساب إيران. إلى أي مدى من وجهة نظرك بات ما يسمى كتلة الممانعة التي كما تعلم هي تشمل إيران، الميليشيات العراقية التي تقاتل إلى جانبها، الميليشيات المدعومة والتي أسست من قبل إيران أيضا كميليشيا الحوثي وغيرها من التشكيلات، هل الآن هذه الكتلة هل هي الآن أمام تحدي كبير، أمام مواجهة مع الكيان الصهيوني؟ يعني هل نستطيع القول أن هذا الهجوم الأخير ربما يكون الهجوم الأول وسيليه يعني هجوم تالي وثالث؟ يعني أولا نحن أمام واقع يقول كما قلت منذ قليل أن الحرب التي تخوضها إيران ضد الأمة العربية، ضد العواصم العربية، هي بأدوات للأسف الشديد معظمها عربية، هي ميليشيات عراقية، ميليشيات حوثية، ميليشيات حزب الله، ميليشيات نظام الأسد، وهي تقتل العرب عبر تلك الأدوات، وعندما تضطر لاستخدام عناصر إضافية وجدناها أتت بالزينبيون والفاطميون كميليشيات شيعية من أفغانستان والباكستان، وعندما اضطرت وأهدرت تلك القوى أو انهكت تلك القوى استدعت فيلق القدس وقاسم سليماني ليقود كل تلك الميليشيات في سوريا وتدعم البحرين وتدعم الميليشيات الموجودة في اليمن. الاستحقاق الثاني الذي تعيشه إيران اليوم وخصوصا بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي أن إيران أصبحت بتحدي مع الداخل الإيراني الذي يعيش حالة من الفقر، حالة من الفقر المدقع ومن حالة اقتصادية متردية، هناك حوالي 40% تحت خط الفقر، هناك بطالة وصلت إلى 17-18% وصلت إلى 20% من الشعب الإيراني، من أن هناك تدني في الرواتب، هناك ضائقة في المواد الغذائية، وبالتالي إيران تحاول الهروب نحو الأمام، الهروب نحو الأمام عبر الشعارات التي تطلقها منذ حوالي 40 عام، الشيطان الأكبر أمريكا، إزالة إسرائيل من الوجود، وبالتالي هذه الشعارات اليوم تحاول أن تطبقها، لكن على أرض الواقع هي تصطدم، هي اصطدمت في اليمن من التحالف العربي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية والذي وصل إلى صعدة اليوم، وبالتالي تم حصار تلك الميليشيات وتطويقها في مساحة جغرافية ضيقة، وأنا أعتقد أن الأمر لا تدوم. في البحرين وجدنا من تدخل درع الجزيرة وكيف أحبط المحاولة التي كانت تحاول الإطاحة بمملكة البحرين، في الكويت أيضا، في سوريا اليوم نجد من أن هناك محاولة غربية، هناك محاولة دول كثيرة لاجتساس إيران من الداخل السوري وقناعة غربية أن الوجود الإيراني يعرقل، وأنا أعتقد أن ما حصل اليوم في الانتخابات العراقية أيضا يدلل من أن انتشار التيار الصدري وهو المخالف للتدخلات الخارجية أيضا يعطي صورة من أن العراق أيضا وضع رجله على الخط الطريق الصحيح من الابتعاد عن الميليشيات المرتهنة لإيران كالمالكي أو ك الهادي
الهادي العامري. وبالتالي اليوم أنا أعتقد أن إيران في ورطة. إيران اليوم أمام استحقاق حقيقي، هي غير قادرة على فتح معركة مع إسرائيل، تدرك تماما أن قدراتها العسكرية والاقتصادية وحتى السياسية لا تملك الحق ولا تملك القدرة بمواجهة طيران الجيل الخامس تمتلكه إسرائيل، الكان الاف 35 أو الطائرات الأخرى الاف 16 والاف 15، منظومات الصواريخ التي تمتلكها إسرائيل، القدرة الجوية، السطع الفضائي. وجدنا الصور التي ضربت لإسرائيل لإيران في سوريا من أنها محقت تماما، بينما عندما أطلقت إيران 8 صواريخ من طهران باتجاه سوريا، 4 سقطت في طهران أو في إيران، وأربعة حتى الآن نبحث عنها غير موجودة. وبالتالي لا قدرة لطهران أو لملال طهران بمواجهة إسرائيل. هل هذا سيؤثر من وجهة نظرك على القرار الإيراني في استمرار تحقيق المشروع الإيراني؟ يعني هناك زخم ربما سيضعف بسبب أن هناك تحدي أزمات داخلية يعني تعاني منها إيران بسبب الأزمات الاقتصادية وغيرها. من وجهة نظرك يعني هذا الزخم عندما يضعف سيؤثر على سير المشروع الإيراني في المنطقة، بعد حديث المسؤولين الإيرانيين في النظام الإيراني عن سيطرتهم على 4 عواصم عربية؟ أنت تتعامل مع أنظمة ديكتاتورية، أنظمة لا يهمها مصالح الشعوب. يعني عندما نجد من أن كما قلنا 40% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، أن هناك 18 إلى 20% من حالة بطالة، بينما ما صرف من إيران أموال إيرانية في سوريا لحماية نظام الأسد حسب الاعترافات الإيرانية تفوق 50 مليار دولار. إذن هذه الأنظمة لا تبحث في الحقائق، لا تبحث في تقدير الموقف وبتقدير المعطيات وبالإمكانيات وما هو المتاح وما هو الغير متاح حتى يتأثر. هي أنا أعتقد أن إيران ستبقى ماضية في مشروعها بتخريب الأمن الدول المحيطة، بعدم استقرار المنطقة، حتى يكون هناك قرار غربي وقدرة غربية على أسقاط نظام الملالي في طهران، عندها يمكن التخلي عن هذا المشروع. هذا المشروع قائم في الدول العربية، في الدول الأفريقية، في كل مناطق حتى يسقط نظام الخامنئي في طهران. أرحب بالدكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور. حياكم الله، تحية لك ولضيفك العزيز. أهلا بك دكتور نبيل. كيف تصف دكتور الهجوم الصهيوني على القواعد الإيرانية في سوريا؟ شكرا جزيلا لك. يعني لا شك أن هذا الهجوم يعكس أن قواعد الاشتباك قد تغيرت. إسرائيل أعلنت عن 3 خطوط حمراء رئيسية تجاوزتها إيران، ما يتعلق أولا بإطلاق الصواريخ إلى شمال الكيان الصهيوني. الأمر الثاني قيام أيضا الجانب الإيراني بجعل الأزمة السورية مدخل لزعزعة الأمن والاستقرار، ومكان كما تقول إسرائيل أنها باتت أيضا خطوط ونقاط إمداد لحزب الله بالصواريخ أو بالأسلحة النوعية التي تهدد توازن الردع ما بين الطرفين. الجانب الثالث أيضا اقتراب الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من شمال إسرائيل من خلال جبهة جنوب سوريا. كل هذه الخطوط الحمراء عكست ربما إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي بضرورة التدخل. يعني هنالك أكثر منذ بداية العام 2017 ولغاية الآن نحن نتحدث عن أكثر من 6 عمليات قامت فيها إسرائيل بشكل واسع من استهداف المطارات والقواعد وأماكن التخزين التي تنشط إيران من خلالها بتخزين الصواريخ والأسلحة النوعية مثل الطائرات المسيرة، كقصف مطار T4 وقتل أكثر من 36 مستشار وضابط إيراني من ضمنهم قائد الطائرات المسيرة الإيرانية. لكن أنا أنظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى، خاصة أن الغطاء الروسي بات مكشوفا عن الوجود الإيراني في سوريا، وهذا ما عكسته الضربات الإسرائيلية. يعني الصواريخ الأس 300 والأس 400 والأس 600 لم تتحرك دفاعا عن الوجود الإيراني هناك، وهذا يعكس حالة التنافس وحالة الصراع التي باتت ما بين الجانبين الإيراني والروسي. عمقوا ربما وبشكل كبير جدا سعي إيران للاستحواذ على دعني أسميه على خيرات سوريا وعلى ثروات سوريا من خلال توقيع 5 اتفاقيات أساسية مع رأس النظام السوري بشار الأسد. الآن هي الزاوية الاستخباراتية، إيران بدأت تتحدث في وسائل الإعلام عن طرف صديق
قام بمد الجانب الإسرائيلي بمعلومات مهمة حول تواجد القوات الإيرانية وتحركاتهم، وهذا ما يعكس ربما حجم اختراق إسرائيل، يعني دعنا نقول ليس فقط لروسيا، ربما للنظام السوري الذي ربما كان يلعب على المكشوف مع الجانب الإيراني. خاصة نحن نتحدث عن وصول معركة لمكاثرة الإرادات السياسية ما بين الجانب الروسي والإيراني من ناحية، ومن جانب النظام السوري والإيراني من ناحية أخرى تحت ضغط روسيا. الجانب الثالث أو النقطة الثالثة المهمة في هذا الأمر، نحن نتحدث الآن عن تغيير قواعد اشتباك، ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو تحدث بشكل واضح على أن ربما هو لم يرد من خلال الضربة العسكرية التي تمت مؤخرا إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية من الجانب الإيراني، خاصة أن الجانب الإسرائيلي على غيره قام بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بشكل واضح عن قيام سعي إسرائيل أو نيتها ضرب أهداف معينة داخل العمق السوري، حيث قام الجانب الروسي بإبلاغ الجانب الإيراني بهذا الأمر لتخفيف خسائرهم بهذا الموضوع، لأن نتنياهو يريد أن يصل رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني أنني أريدكم للدفاع عن نظام بشار الأسد والاستمرار في قتال المعارضة، ولا أريدكم كمواجهة أو رأس حربة لمواجهة إسرائيل. طيب. وبالتالي نحن أمام معطيات جديدة، والسؤال المهم والمحوري، هل سوف تنتقل هذه يعني نسميه المواجهة المحدودة، هل سوف تنتقل إلى مواجهة شاملة؟ أعتقد أن هذا رهن متعددة المرتبطة بالشأن الداخلي السوري، وأيضا حدود التقارب أو المقاربة ما بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي في الوصول إلى صفقة ما، لأن كل المؤشرات تشي أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي سوف يؤدي إلى رفع الغطاء كاملا عن، حيث أعلن ترامب بشكل واضح عن نيته تحجيم النفوذ الإيراني المتعاظم في العراق وسوريا ووقف ابتلاء إيران لهذين. دكتور نبيل، رئيس النظام السوري قال قبل يومين أنه لن يسمح بأن تكون سوريا مكانا للصراع الإقليمي، الأرض السورية لن يسمح أن تكون مكانا للصراع الإقليمي. من وجهة نظرك يعني هل هذا تغير ملحوظ في الموقف، موقف النظام؟ دكتور نبيل؟ والله سؤال نعم. رئيس النظام السوري بشار الأسد قال قبل يومين أنه لن يسمح أن تكون سوريا يعني أرضا للصراع إقليمي في المنطقة. من وجهة نظرك يعني هناك اتفاقيات سياسية، هناك اتفاقيات اقتصادية بين رأس النظام السوري وإيران، هل ستتغير، هل سيتغير من الأمر شيء؟ أعتقد أنه يعني بشار الأسد ليس في موقع أن يتحدث الإرادة الإيرانية، خاصة مع إيران سوريا، إيران موجودة في سوريا، لديه حزب الله في إسرائيل وصوتا ليس فقط في سوريا في اليمن. وبالتالي أنا بعتقد أنه ربما رأس النظام السوري بدأ يتحدث، أراد أن يوصل رسائل إلى الجانب الإيراني، لكن هذا يعني ربما هذا يندرج في إطار دعني أسميه التنسيق مع الجانب الروسي الذي بات يتذكر خطر الوجود الإيراني المتعاصم. في واقع الأمر مهمة هنا حتى أربطها في الإجابة، هو ما يتعلق بأوراق إيران لمواجهة سواء النظام السوري وحتى لمواجهة إسرائيل يمثل في حزب الله. إيران إذا أرادت أن تصل إلى مواجهة مباشرة مع الجانب الإيراني في حال امتداد الصراع واتساعه، أعتقد أنه هذا مرهون باستخدام ورقة حزب الله، لأن حزب الله هي الورقة الرابحة بالنسبة لإيران، خاصة أن الميليشيات الأخرى الموازية التي أنشأتها إيران لا تستطيع أن تخوض حرب مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي من ناحية لأنها ضعيفة عسكريا وضعيفة لوجستيا وضعيفة استخباراتيا وضعيفة أيضا من ناحية التدريب. وبالتالي أنا بعتقد أنه حتى نظام بشار الأسد لا يستطيع أن يضحي لغاية الآن بعلاقاته مع إيران، لأنه الحرس الثوري الإيراني الفازدران أو حزب الله هو الذي الآن يتولى مهمة حماية العاصمة دمشق وحماية ما يعرف بوحدة أمن القائد من خلال حماية شخص بشار الأسد.
وبالتالي انا بعتقد انه ربما انه بشار الاسد خلال المرحله الحاليه لا يستطيع ان يواجه لا حزب الله ولا الميليشيات الايرانيه، لانه سوف يكون مصيره مثل مصير علي عبد الله صالح عندما واجه الحوثيين وترك مكشوفا امام هذه الميليشيات الدمويه. الان ربما قد يحدث هنالك تنسيق، وهذا ما يحدث بالفعل، روسي اسرائيلي على وجه التحديد، لمحاولة ضرب مراكز النفوذ ونقاط الارتكاز ونقاط القوة الخاصة بإيران على فترات، وهذا ربما مرهون بسياق قبول إيران لصفقة ما سياسية. في حال رفضها وموافقة روسيا على هذه الصفقة، أنا بتقديري أنه هذا سوف يعجل في مواجهة مباشرة ما بين إسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، النفوذ الإيراني المتعاظم في سوريا، وروسيا سوف ترفع الغطاء تماما عن القوات الإيرانية وعن الوجود الإيراني في حال استنفاذ مقومات أو مبررات بقائها. نعم، إذن فاصل قصير ثم نكمل النقاش مشاهدينا الكرام. بعد فاصل قصير سنناقش ما الخيارات المتاحة أمام إيران، وإلى أي مدى يمكنها الزج بحزب الله المنهك بالحرب في سوريا في هذه المعادلة، وهو ما يعني بحسب ما يرى البعض تدمير لمشروعها. فاصل قصير ثم نعود. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على تداعيات قصف الكيان الصهيوني المواقع الإيرانية في سوريا. وبالعودة إليكم دكتور العميد الركن دكتور أحمد رحال الخبير العسكري السوري. الآن البعض يرجح أن تقوم إيران ربما بزج حزب الله في أتون المعركة أو المواجهة المحتملة ما بين الكيان الصهيوني وإيران. كما تعلمون هذه الميليشيا هي منهكة بالحرب في سوريا، أيضا البعض يرى أن أي زج لحزب الله في هذه المعركة في هذا الوقت هو انتحار للمشروع الإيراني، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني دعني بداية أعقب على نقطة التصريحات التي برزت مؤخرا. تصريح ليبرمان يقول على الأسد إخراج إيران من سوريا، والأسد عندما قال لن يسمح بأن تكون سوريا ساحة صراع، كان هناك تهكم من قبل الشعب السوري واعتبر تلك التصريحات مسار ضحك ومسار سخرية. أن بشار الأسد لم يعد يملك القرار السياسي، ولم يعد يملك القرار العسكري، ولم يعد يملك أي سلطة حتى على جيش الأسد، حتى على الأفرع الأمنية. القرار السياسي أصبح في موسكو، والقرار العسكري لدى قاسم سليماني ولدى غرفة عمليات حميميم. وبالتالي كيف يستطيع الأسد من أن يقول أنه لن يسمح بأن تكون ساحة صراع؟ كيف يمكن للأسد أن يخرج إيران من سوريا؟ لكن بشار الأسد أعتقد أن هذا التصريح كان ردا على وزير الطاقة الإسرائيلي الذي قال إذا ما استخدمت الأراضي السورية لإطلاق صواريخ على إسرائيل هذا يعني أننا سنسقط الأسد وسنقتل الأسد شخصيا. وبشار الأسد يدرك تماما أن شرعية وجوده في سوريا اليوم أن إسرائيل لم ترفع الشرعية عنه، وأن إسرائيل لم ترفع الغطاء عنه. وفي اللحظة التي تتخلى فيها إسرائيل عن بشار الأسد سوف يسقط مباشرة. اليوم ما هي أوراق القوة لدى إيران؟ إيران اليوم كما حكيت تحدثنا منذ قليل تعاني من وضع اجتماعي سيء، تعاني من حلق شعبي في الشارع الإيراني، وهناك محاولات بالأشهر الماضية من حاولات مظاهرات قامت إن كان في الأحواز السورية أو في شوارع طهران وبعض المناطق. أيضا تعاني من وضع اقتصادي منهك، اليوم الريال الإيراني وصل سعر الدولار إلى حوالي 70,000 ريال إيراني، وبالتالي هناك حالة اقتصادية ضاغطة. لكن كما قلنا هذا النظام الملالي في طهران يهرب دائما نحو الأمام، يفتعل مشاكل خارج الحدود لمحاولة القفز وإبراز دائما أن لا صوت على صوت البندقية وأن المشروع الإيراني يجب أن يتقدم. حزب الله يشكل آخر ورقة إيرانية في المنطقة. يعني الخلايا العبدلي في الكويت فشلت،
محاولة في البحرين انتهت. الحوثيين في مجال التصفية اليوم في اليمن، العلويين في سوريا وجيش الأسد انكشف، في العراق لها ملف خاص، ويبقى ورقة حزب الله. حزب الله اليوم الذي يخوض حرب في سوريا على مدار 7 سنوات، لم يتبقى عائلة في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لم يقتل لها شاب أو يجرح لها شاب، لديه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى. حالة الاقتصادية لم تعد إيران تدفع لحزب الله كما كانت تدفع سابقا بسبب الضيق الاقتصادي، واليوم حزب الله يواجه مشكلة في الداخل اللبناني أيضا. نتائج الانتخابات التي فرضت بحد السيف، الشعارات التي أطلقت في شوارع بيروت أوجدت نوع من الحنق اللبناني. أيضا إسرائيل تريد الانهاء من هذا الملف، تريد الانتهاء من هذه الميليشيات الموجودة على حدودها الشمالية. وبالتالي أنا أعتقد إذا ما اتخذ قرار من قبل ملالة طهران باستخدام حزب الله وخصوصا من لبنان، فأنه ستكون محرقة لحزب الله في لبنان قبل سوريا. وأنا أعتقد أن المواجهة داخل سوريا اتخذت. معلوماتنا تقول أن هناك قوات فرنسية ومعدات متطورة من الطيران والصواريخ فرنسية وبريطانية وصلت إلى قاعدة التنف خلال الأسبوع الماضي. أن هناك حاملة الطائرات هاري ترومان ومع 7 مدمرات وصلت إلى قبائل سواحل المتوسط وقبائل سواحل السورية، وأن هناك حامل الطائرات موجودة في البحر الأحمر جاهزة. هناك قاعدة أنشئت في منبج، هناك قاعدة أمريكية أنشئت على مقربة من دير الزور. أي بمعنى أول مرحلة ستكون فصل الحدود العراقية عن السورية لإنهاء هذا الكوريدور الإيراني الذي تحاول فيه وصل طهران ببيروت ودمشق والمتوسط. المرحلة الثانية أنا أعتقد ستكون تحجيم الدور الإيراني وضربة على نفس ضربة الماضية من البنية التحتية لكل منشآت وقواعد إيران في سوريا. ومن ثم حزب الله إذا ما استخدم أو قام بإطلاق أي صواريخ من جنوب لبنان، أعتقد أن هناك قوات كافية أمريكية إسرائيلية قادرة على لجم حزب الله وإنهاء وجوده. وبالتالي أنا أجد من أن كل المؤشرات تقول أن إيران هناك قرار بإعادتها إلى داخل الحدود الإيرانية ووقف هذا الأخطبوط الذي أقلق المنطقة وسبب حالة عدم استقرار. يعني في سوريا إيران لها وجود عسكري استخباري اقتصادي ديموغرافي وكذلك عقائدي، هل من السهولة بمكان يعني تحجيم الدور الإيراني في سوريا، تحجيم النفوذ الإيراني عفوا في سوريا وإخراج الميليشيات المدعومة إيرانيا من سوريا؟ يعني أنا أعتقد أن سياسة الاحتواء التي اعتمدت إدارة أوباما فشلت في سوريا. أن محاولة الإغراء بالأموال ومحاولة عقد صفقات إن كان عبر اتفاق 5+1 أو الصفقات المخفية التي أبرمها جون كيري والإدارة الأوبامية الأمريكية، اليوم وصلوا إلى قناعة من أن إيران لم تلتزم، من أن إيران تطور مشروع صواريخها، من أن الوثائق التي كشف نتنياهو 0.5 طن من الوثائق التي جلبت من داخل طهران تثبت أن هذا الاتفاق وكل الالتزامات الإيرانية لم تكن مطبقة نهائيا. وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم هناك قرار غربي، قرار أوروبي، قرار أمريكي، قرار إسرائيلي مدعوم من عواصم عربية عدة، مدعومة من الشعب السوري، من أن إيران يجب أن تنتهي من المنطقة، ليس في سوريا فقط وقد تكون من كامل المنطقة العربية، لأن إيران كما قلت أصبحت تشكل هاجس للأمن القومي العربي، أصبحت تشكل عنصر عدم استقرار للمصالح الغربية في المنطقة وهم المصالح الاقتصادية. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران بدأت في مرحلة الأفول، وهناك كلام اليوم بدأ يتحدث في بعض المحللين ومراكز الأبحاث من أن هناك خطة غربية لإنهاء النظام الإيراني ككل حتى داخل إيران. ولكن البعض يذهب يعني عكس هذا الاتجاه، يقول بأنه خلال فترة حكم الإدارات الأمريكية المختلفة منذ جورج بوش الأب فالابن فأوباما فالآن ترامب، يعني الأب عندما كان يهدد إيران منحها فيما بعد أفغانستان، وكذلك أوباما جورج بوش الابن عندما هدد إيران وقال بأنها محور شر أعطاها العراق. أوباما مثلا يعني طيل منذ عام 2008 وحتى مجيء صعود ترامب إلى الإدارة الجديدة كان يهدد إيران، فشهدت فترته توقيع الاتفاق النووي معها.
الآن ترامب يعني تهديدات متواصلة لإيران ومنذ حتى قبل تسلم منصبه وإلى الآن، مع ذلك يعني البعض يقول بأن إيران ونفوذها سيقوى في المنطقة أكثر وأكثر. كل ما في الأمر هو جعل إيران تنسحب بميليشياتها من سوريا إلى العراق. يعني أولا علينا أن نكون أمام واقع أن السياسة هي مصالح، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تجد في إيران منفعة اقتصادية كبيرة. لولا إيران وتهديدها لدول الخليج والدول العربية لما كانت هناك عقود الأسلحة وتوريد الأسلحة بمئات مليارات الدولارات، وبالتالي وجود البعبع الإيراني يخدم المصالح الغربية والأمريكية بالتحديد. أيضا روسيا لولا الوجود الإيراني والعنصر البشري الإيراني ما استطاعت العودة إلى الساحة الدولية، إن كان عبر ملف العراق أو ملف الخليج أو الملف السوري. وبالتالي هذا البعبع الإيراني له مزايا رغم المساوئ الكثيرة. الدول الغربية لا تتعامل مع المنطق أو تتعامل مع الوضع الإيراني من موقع الحق والباطل، لا تتعامل معه بمدى الخسائر التي تسبب للعرب، بل هي تبحث ماذا يمكن أن يقدم للمصالح الغربية. لكن أنا أعتقد اليوم أن أمام إدارة ترامب والإدارة الغربية من أن روسيا وصلت إلى مرحلة النهاية بمرحلة التغول، ما حصل في بريطانيا ومحاولة قتل العميل الروسي شكلت نوع من التحذير لبريطانيا لحقت بها أوروبا. إيران ما فعلته في العراق اليوم ارتد الشعب العراقي، انقلب على هذا الواقع عبر تغيير وإن كان طفيف، لكنه يقول من أن الشعب العراقي حتى بالشيعة تبعه حاولوا الخروج من العباءة الإيرانية نحو المعتدلين، قد تكون خطوة في مسار الصحيح. في سوريا أيضا أن إيران الموجودة في سوريا أصبحت قلق لتركيا، قلق للأردن، قلق للشعب السوري وكل القتل الذي مورس بحق الشعب السوري، وقلق لإسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أن المشروع الإيراني وصل أو استثمر بما فيه الكفاية ووصل إلى مرحلة الأفول أو مرحلة النهاية من المنطقة. دكتور نبيل عتوم عاد معنا مرة أخرى بعد أن انقطع الاتصال. دكتور نبيل مرحبا بك مرة أخرى. إلى أي مدى ترى أن المشروع الإيراني أو النفوذ الإيراني بدأ فعلا بالأفول خلال المرحلة المقبلة؟ أنا بعتقد أن الوجود الإيراني في سوريا وفي أزمة سوريا مرتبط بعوامل عديدة. العامل الأول هو درجة التفاهم ما بين إيران روسيا من ناحية، خاصة أن إيران فعليا قد خرجت عن دور عن دور الوظيفي المرجو لها، هي وقعت اتفاقيات في قطاع الطاقة والغاز والاتصالات والتعليم وإعادة البناء دون التنسيق مع الجانب الروسي. الأمر الثاني بقول إيران بالتسوية التي تقبل بها روسيا مع المجتمع الدولي. الآن الجانب الإيراني مصر على بقاء شخص بشار الأسد، لا يريد إجراء تعديلات جذرية على النظام السوري، هو يريد أن يستغل ما يسمى باستراتيجية ملء الفراغ التي حققها من خلال إنشاء الميليشيات الموازية التي تصل إلى 31 ميليشيا. هو يؤمن بما يسمى باستراتيجية ملء الفراغ وتغيير المعالم الديموغرافية للشعب السوري، وبالتالي ربما بعد هذه التقاطعات لا تلتقي مع الجانب الإيراني أو هذه الاستراتيجية لا تلتقي مع الاستراتيجية الروسية على وجه التحديد، خاصة أن هنالك صفقة ربما تحدث في القريب العاجل ما بين الطرفين، لأن روسيا لا تستطيع المضي قدما في الحرب في 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 في, في سوريا. هي تدرك تماما أن سوريا باتت عبارة عن مستنقع وأن وضعها أشبه بوضع وجودها في أفغانستان، وبالتالي الروس يعني بدأوا يشعرون أن إيران قد خرجت عن حدود الدور المرسوم لها من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها استنفذت مقومات أو مبررات وجودها، وبالتالي هذا قد يعجل في اندلاع صراع ما بين الطرفين. سوف يكون أدوات التدخل ضد الجانب الإيراني من خلال استراتيجيات عديدة من ضمنها المتغير الإسرائيلي. الجانب الثالث هو ما يتعلق ب مدى قدرة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة وفرض ما يسمى بملحق إضافي يتضمن ثلاث مسائل أساسية هو مرتبط بوجودها في سوريا، ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني وسعي الفازدران أو الحرس الثوري الإيراني إلى نقل هذه الترسانة واستمرارها
وتصنيعها حتى على الأراضي السورية، هذا قد يشكل مجموعة من القيود على الجانب الإيراني في حال القبول بملحق قذافي. الجانب الثاني عقوبات ذكية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الجانب الاقتصادي، سوف تجهز مصالح إيران عن القدرة للاستمرار في بقائها في سوريا، لأن بقائها سوف يكون مكلفا من الناحية الاقتصادية. الآن هنالك انهيار لقيمة التومن أكثر من 400% من قيمتها، نتحدث اليوم عن قيمة التومن الإيراني أكثر من 7000، قيمة الدولار أكثر من 7200 تومن. نتحدث خلال الأسبوعين الماضيين خسر التومن أكثر من 16% من قيمته نتيجة للعقوبات الأمريكية. نتحدث عن بعد خطير جدا، وهو أن تكلفة إنفاق الجانب الإيراني على مداخل الأزمات الإقليمية فيما الأزمة السورية سوف يكون باهظ جدا على الجانب الإيراني، هذا عدا عن المتغيرات الدولية مثل رهان إيران على دبلوماسية التضامن مع دول الاتحاد الأوروبي، أقصد هنا مجموعة 5+1، فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي بدأت تتحدث بشكل مباشر عن مخاطر التدخل الإيراني من خلال الأزمات الإقليمية وتداعيات ذلك على الأمن العالمي. الآن هذا كله يرتبط بشكل كبير جدا بدرجة بقاء إيران واستمرارها في الانخراط في الأزمة السورية. لعل الانسحاب من الاتفاق النووي ربما بحسب البعض يشكل نقطة تحول دكتور أحمد رحال، يعني من وجهة نظرك يعني فشل إيران أو المشروع الإيراني في سوريا هل يقود بالتالي إلى فشل مشروعها في العراق أيضا، وخصوصا كما ذكرتم تفضلتم أن إيران تسعى بأسلوبها بالهروب إلى الأمام للتخلص من أزماتها الداخلية والضغوطات الداخلية نتيجة يعني الأزمات الاقتصادية وغيرها السياسية داخل البلد؟ يعني أنا أعتقد المشروع الإيراني كما قلت هو في مرحلة القفول، لأن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل، ما حدث في إفريقيا والضربة المغربية وقطع العلاقات شكلت هاجس لإفريقيا جميعا، أن هناك تغول إيراني في المنطقة ومن أن هناك محاولة عبث في استقرار تلك المنطقة. أيضا السودان قطع العلاقات تقريبا والمشاريع التي كانت إيران تخطط إقامتها في الجنوب، إذا منبع النيل وتلك المناطق أيضا شكلت ضربة للمشروع الإيراني. في البحرين، في الكويت، اليوم في اليمن الضربة نحو الحوثيين، في العراق اليوم قلنا هناك تحول في مجرى الأحداث نوعا ما، في سوريا. إذا المشروع الإيراني أصبح في مرحلة الاضمحلال أو في مرحلة النهاية، لكن هذا لا يعني أن القضاء عليه سيكون خلال يوم وليلة أو خلال أشهر. لدينا حوالي 80,000 من القوات الإيرانية، الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا، إن كان عبر أذرعها أو عبر الحرس الثوري الإيراني أو عبر اللواء 65 أو اللواء 23 وهو من الجيش الإيراني. اليوم روسيا أيضا تشعر من أن استمرار الواقع الحالي، هذا يعني أن كل منجزات روسيا في سوريا ستصب في الحقيبة الإيرانية، لأن هي من تملك القوة على الأرض. وبالتالي وجدنا من أن روسيا قامت بتفكيك الاتفاقيات التي تحدث عنها الضيف الكريم، زيارة رئيس الحكومة خميس حكومة الأسد إلى إيران وعقد اتفاقية الفوسفات وميناء بحري و5000 هكتار ومشروع أبراج طهران. وجدنا من أن روسيا قامت بنقض كل تلك الاتفاقيات وأجبرت بشار الأسد على إلغاء اتفاق الفوسفات في تدمر والخنيفيس وتلك المناطق. إسرائيل وروسيا منعت من إقامة ميناء بحري إيراني على السواحل المتوسط ومنعت من منحه 5000 هكتار في الساحل السوري. بقي مشروع أبراج طهران الذي منح بشار الأسد وفق القرار 15 لعام 2016 والقانون 101-102 والذي يعطي من مساتين المزة الغربية وحتى السيدة زينب حوالي 4000 هكتار تعطى لمشروع أبراج طهران. إذن إيران تتحجم قوتها في داخل سوريا، هناك تحديد لحركتها داخل سوريا، وهناك خلافات اليوم بدأت تبرز. يعني لأول مرة اليوم صحيفة إيرانية تقول أن تقارير قاسم سليماني خدعت القيادة الإيرانية في سوريا. هذا الحديث لم نسمعه سابقا، هذا سمعناه عندما قتل العميد حسين سلامة
معاون همداني، حسين همداني معاون قاسم سليماني الذي كان يرفض التدخل الروسي. اليوم الصحافة الإيرانية تتحدث عن خلاف ما بين خامنئي وبين روحاني حول دور قاسم سليماني، هناك خلافات حول دور الحرس الثوري الإيراني في الخارج، وبالتالي هناك أزمة داخلية لإيران، وهناك أزمة أزرع في الخارج، وهناك إرادة تبدو ملامحها اليوم غربية أمريكية وحتى روسية لتحجيم الدور الإيراني. لذلك قلنا هذه المؤشرات تقول من أن الدور الإيراني في المنطقة ككل وفي سوريا خاصة هو في طريقه للخروج، لأن الجميع أصبح على قناعة أي حل في سوريا لا يمكن أن يتحقق بوجود الإيراني، لأن الإيراني لا يؤمن بالحلول السياسية ويبحث عن حلول عسكرية، وهذه الحلول العسكرية ترسخ وجوده عبر قواعده التي أصبحت في كل سكنات نظام الأسد، بالإضافة إلى المقرات الأساسية إن كان المقر الزجاجي في مطار دمشق الدولي أو مقر شيباني على طريق بيروت أو مقر النيرب في حلب، وهي مراكز القوى الثلاث التي يدير بها المصالح في سوريا، أو القواعد البقية بسيطرة إيران على 5 قواعد جوية. إذن روسيا اليوم تتشارك مع الغرب، وإن كان ليس عبر العلن، من أن إيران يجب أن تقتلع من سوريا، ومن أن المشروع الإيراني أيضا في بعض المواقع الأخرى كاليمن، البحرين، الكويت، في العراق أصبح دور أو مكان مهزوز، وبالتالي كل المشروع الإيراني اليوم في خطر. وكما قلت هناك إرادة دولية اليوم لإعادة إيران إلى داخل الحدود وحصرها بالداخل، ولا أستغرب إن وجدنا من أن هناك تحركات دولية لإسقاط حتى نظام ملال طهران. في ختام هذه الحلقة نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو والعميد ركن الدكتور أحمد رحال الخبير العسكري السوري، شكرا لك دكتور. وشكرا لك أيضا دكتور نبيل العتوم من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.